بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. دلوقتي في برنامج إسرائيل من الداخل هنعود إلى الفقرة النقاشية الرئيسية. حديث يتواصل حول طائفة اليهود الحاردين في دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الطائفة والتي يفرض وضعها الغامض والمثير في الوقت ذاته الكثير من التساؤلات، وخاصة حدود تأثيرها السياسي، رؤيتها لما يجري في قطاع غزة وفلسطين، ما وراء تزايد أعداد المنتمين إلى هذه الطائفة، هذه الأبعاد وغيرها، نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو وهو الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية والأدب العبري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك. فكرة أن احنا بنتحدث عن الحريديم، إذن هناك الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بهذه الطائفة. من هم؟ من أين بدأت؟ ماذا يفعلون؟ هي بداية الطائفة الحريدية كانت فلسطين نفسها، مجموعة من اليهود مواطني في سكان فلسطين، في سكان القدس، في فيما قبل وعد بلفور. إجمالي عددهم لا يتجاوز 5 أو 6 آلاف يهودي، كانوا مقيمين هناك ومتمسكين بالشعر اليهودية ويلبسوا لبس محدد ولا ينخرطوا مع الطائف الأخرى، بيعيشوا في عزلة تامة. بعد قيام الدولة انضم لهم فئات أخرى من المهاجرين، منهم اليهود الليتوانيين، منهم يهود أوكرانيين، منهم طائفة حسيدية. كل هذه الطائف كونت ما يعرف باسم الطائفة الحريدية. الطائفة الحريدية ده مسمى مختلف عن الحريديم بصفة عامة. الطائفة الحريدية هي طائفة محدودة، عددها حسب الإحصاءات حوالي 25,000. هو الإحصاءات الرسمية بتقول إنه بين 15,000 و40,000، لكن هو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هقول لحضرتك. الطائفة الحريدية هي الطائفة اللي كانت أصلا في فلسطين، وانضم إليها الطائف الصغيرة اللي جاية من ليتوانيا وأوكرانيا. لكن الحريديم مفهومه الواسع هي طائفة كبيرة، موجود منها ناس في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا. وموجود في إسرائيل، عددها في إسرائيل 13.6% من السكان. هذا العدد بيعتبر عدد مؤثر جدا، بس طبعا مش كلهم بياخدوا نفس عادات الطائفة الحريدية. هم دول حريديم، لكن مش عادات الطائفة الحريدية اللي هي المنغلقة قوي. الطائفة الحريدية المنغلقة دي موجودة في مئة شعريم وفي بني برك، لكن الباقيين موجودين في هنا وهنا، وموجودين ايضا في هضبة بن شمش. الطائفة الحريدية مش بياخدوا نفس العادات، لكن بياخدوا المميزات. لا، هم بياخدوا مميزات. الطائفة الحريدية ما بتاخدش مميزات. الطائفة الحريدية لا تتعامل مع الدولة، لا تحصل منها على اي استحقاقات، لا تحصل منها على اي اعانات، لا تقبل معونات للمدارس الابتدائية، لانه بتعتقد ان من يقدم المعونات سيرفض المنهج الدراسي، ولا تقبل معونات للمراحل الخاصة باليشيفوت او المدارس الدينية المتقدمة. لكن بعض الطلبة الدارسين في المدارس بتاعتها بيروحوا يدرسوا في مدارس دينية اخرى من اللي بتاخد امتيازات مالية، فياخدوا الامتيازات المالية عن طريق مدارس دينية اخرى. لكن احنا هنتكلم عن الطائفة الحريدية، عن الحريديم بالمفهوم الواسع، اللي بيضموا احزاب تانية زي حزب القومي الديني مثلا، الحزب القومي زي مجموعة الأحزاب الجديدة اللي نشأت مؤخرا، اللي هي زي الحزب بتاع سموتريتش والحزب بتاع بن جفير. هذه الأحزاب كلها بتنتمي فعليا إلى الحريديم، لكن هم انشقوا عن الطائفة الحريدية وابتدوا يبحثوا عن امتيازات مالية وامتيازات سياسية وما إلى ذلك. نعم، وفي كافة الأحوال هم يرفضون التجنيد. في كافة الأحوال يرفضون التجنيد، لكن الطائفة الحريدية بتتميز بأنها بترفض التجنيد، ولا تقبل معونات، ولا تقبل أي أموال من الدولة، حتى أموال التأمين الصحي، سوري، التأمين الاجتماعي لا تقبلها، لكن ما بتفضش حظر عليها، اللي عايز ياخدها ياخدها، لكن رسميا ما بتقبلهاش. لكن التانيين بيسعوا للحصول على تمويل للمدارس، بيسعوا للحصول على تمويل للمؤسسات بتاعتهم، بيسعوا للحصول على تمويل من الضمان الاجتماعي للناس اللي ما بتشتغلش، انهم كلهم ما بيشتغلوش ومعاطلين عن العمل بحجه دراسه التوراة. نعم، طيب النساء الحريديم ايضا يعني ليهم طريقه خاصه في الملابس، في المظهر، في طبيعه ايضا الحياه الاجتماعيه. عايزين نتكلم على هذا الامر بشكل اكثر تفصيلا، لكن استاذن حضرتك ان احنا الاول نتابع عرض معلوماتي سريع عن النساء في هذه الطائفة، كيف يكونون، ماذا يفعلون، وبعد ذلك نعود مرة أخرى لتفاصيل أكثر. تمام.
مشاهدي الكرام، ونعود مرة أخرى للدكتور أشرف. يعني المظهر العام دائما ما بيحتاج إلى سؤال، لماذا اللون الأسود تحديدا، ولماذا هذا الشكل المعروف بنساء الحريدة؟ نساء الحريات بيلتزموا بشكل معين لأنه بيعتقدوا أن هذا هو الشكل الذي كانت عليه المرأة اليهودية منذ أيام سيدنا موسى حتى الآن. الشكل المحافظ جدا اللي بيغطي كل جسم المرأة بملابس متسعة، وبيغطي شعرها وبيغطي وجهها، لا تظهر سوى عين واحدة تمكنها من رؤية الطريق. النساء الحريات غير كده بيعتبروا رجالة، مش مجرد نساء عاديات، لأن هم في أغلب الأحوال اللي بيقوموا بالعمل لإعالة الأسرة. الرجال بيعتزلوا العمل ويقعدوا لدراسة التوراة، لكن النساء هم اللي بيعملوا بيعولوا الأسرة بتاعتهم، لأن زي ما قلنا الطائفة الحريدية الأساسية ما فيهاش حد بياخد إعانة من الدولة. نعم. فبالتالي لازم حد يشتغل، الراجل ما بيشتغلش يبقى الست بتشتغل. لكن في الطوائف الأخرى التي انضمت إلى الحريديم بصفة عامة، طب معلش قبل ما نسيب النقطة دي، لماذا في هذه المجموعة التقسيم أن الرجل هو الذي من حقه أن يتدين والمرأة لا؟ دي حاجة راجعة للدين نفسه في الديانة اليهودية أو في الشريعة اليهودية، أنه الرجل يجب أن يتفرغ لدراسة التوراة. المرأة بيعتبروها بالنسبة للرجل، أنا آسف، يعني كائن ثانوي، لدرجة أنه بعض الحاخامات أو رجال فتوى في الديانة اليهودية أفتوا بأنه لو في اثنين بيغرقوا رجل وامرأة ينقذ الرجل الأول لأنه حدث التوراة، المرأة لا. لو في حالة ممكن تسبب وفاة واحد من الاثنين للاثنين ينقذ الرجل الأول لأنه حدث التوراة، المرأة لا، وهكذا. نعم. فبيعطي الرجل أولوية في كل شيء على اعتبار انه بيدرس التوراه، دراسه التوراه عنده مهمه جدا لدرجه انه بيفضل فيه بها الرجل على كل حاجه. الفتره الاخيره ابتدت بعض الاصوات ترتفع في للمطالبه بالسماح للنساء بدراسه التوراه، فبيسمحوا لهم بدراسه التوراه لكن مش بنفس درجه الرجال. نعم. طيب نعود مره اخرى لفكره رفض التجنيد. رفض التجنيد هل من كل الـ يعني الفئات اللي موجوده في هذه الطائفه، ام الفئة التي ترفض أخذ المعونات فقط؟ لا، هو رفض التجنيد بدأ بالفئة التي ترفض أخذ المعونات لأنها هي بترفض التعاون مع الدولة بصفة عامة، لكن باقي الطوائف التي التحق بها بترفض التجنيد لأنها مستفيدة بالنسبة لها، ما بتخدمش في الجيش وما بتشتغلش وبتاخد إعانات، فبالتالي هم طائفة من الطفيليين مش عايزين يعملوا أي مجهود وبياخدوا فلوس، بالإضافة طبعاً بياخدوا فلوس إعانات شخصية وإعانات من الضمان الاجتماعي وإعانات المؤسسات التعليمية وإعانات المؤسسات الاجتماعية وإعانات المؤسسات السياسية، لدرجة أنهم بيتخصص لهم مليارات، وهذه المليارات بتبقى نوع من الرشاوي من الحكومات الإسرائيلية المختلفة عشان يضمنوا أصوات هؤلاء الحرامين. طيب السؤال الآخر، طالما أن هناك تدين شديد في هذه الطائفة تحديداً، لماذا يعني بدأوا يهددوا بأن ربما يهاجروا من دولة الاحتلال إذا تم إجبارهم على أن يكون في تجنيد؟ لكن استأذن حضرتك كمان أن احنا نشوف تقرير حوالين هذا الأمر ونعود نتحدث بالتفصيل عن أنهم يستطيعون أن يهجرون المكان، وهذا أيضا أمر يدعو للتساؤل. نشوف هذا التقرير. الحريديم في إسرائيل، جدل يتجدد وتفاهمات سياسية لا تزال صامدة. إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش فسوف نشتري التذاكر ونسافر جميعا إلى الخارج، عبارة كانت كفيلة للتعبير عن أزمة داخلية كبيرة في إسرائيل، عندما صرح بها يتسحاق يوسف الحاخام الأكبر لطائفة اليهود الحريديم، إذ رفض بشكل قاطع الخدمة العسكرية لأبناء طائفته الذين يرفضونها تفرغاً لدراسة التوراة والشريعة اليهودية كما يقولون. وقد أتت ردود الأفعال على تلك التصريحات معبرة عما يعانيه هذا المجتمع من صراع داخلي على وشك الانفجار في وجه حكومته، من ذلك ما قاله رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان من أن تهرب هؤلاء من الخدمة يشكل طعنة في ظهر الجنود والاحتياط. وألمح ليبرمان إلى دوافع سياسية من جراء إتاحة المجال أمام الحريديم لعدم أداء الخدمة العسكرية، قال إن هذا يأتي من أجل البقاء الحزبي، في إشارة إلى ما قد يكون بين تلك الطائفة
وحكومات الاحتلال المتعاقبة من تفاهمات مقابل الدعم على المستوى الشعبي في الانتخابات. وليدة أيام عدوان الاحتلال على غزة فقط، ففي عام 2018 وبعد ضغوط كبيرة من المجتمع العلماني وخروج تظاهرات ضخمة تجوب شوارع دولة الاحتلال ضد ما اعتبروه تهربا من الخدمة العسكرية، أصدرت المحكمة العليا قرارا قضائيا نص على إلغاء قانون إعفاء طلاب المدارس الحريدية من الخدمة العسكرية نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة. وقد أمهلت المحكمة الكنيست والحكومة مراراً لسن قانون بديل ينظم ضمهم للخدمة العسكرية، لكن الجدل لا يزال متواصلاً. وفي حين يشكل اليهود المتدينون الحريديم نحو 13.3% من عدد السكان في دولة الاحتلال، فإن لهم دوراً كبيراً في حسم أي معركة انتخابية بما لديهم من نفوذ كبير داخل أروقة الحكم، مستغلين في ذلك حاجة الحكومات المتعاقبة لنيل ثقة البرلمان. دكتور أشرف، قبل ما نروح للتقرير كنت ببدأ الحديث مع حضرتك في فكرة إن كيف من الممكن أن يهجرون المكان في سبيل عدم الانضمام إلى الجيش؟ عن ماذا ينم هذا الأمر؟ تعالي الأول نتكلم بشكل أفضل أصرح من كده. الجماعة دول عايشين في فتح، فمش هيسيبوها بشكل صريح. هو المسألة مش مسألة أنه هنهجر المكان عشان ما نخدمش في الجيش ولا عشان نخدم في الجيش. فكرة الهجرة من إسرائيل بشكل جماعي هي فكرة منتشرة بشدة في الفترة الأخيرة من بداية الحرب على غزة لحد النهاردة. في حوالي 20 مجموعة ليس لها علاقة بالحريدين خالص بتحاول ترتب هجرة جماعية إلى خارج إسرائيل. يكفي حضرتك تعرفي في حوالي 500,000 هاجروا فعليا وقرروا أو إحنا معانا دلوقتي كمان صور للاحتجاجات في إن لا تجنيد بالنسبة أو قالوا في ناس هاجرت وقتنا مش تلقى. لكن بالنسبة للحريدين هو بينتهز فرصة، هو كده كده عامل حساب إنه هيمشي لأنه الحالة مش ماشية والحرب حتى لو هو ما دخلش فيها ممكن تضره، فبالتالي هو بيهدد إنه لو جندتوني في الجيش همشي، هو كده ولا كده لو الحرب استمرت هو هيمشي. لا ده صور كمان اللي معانا هي مكتوب على اللافتات ان يفضلون الموت عن التجنيد. يعني ده طبيعي لان هو جزء من حياتهم ان هو مش معترف بمؤسسات الدوله وما بيخدمش فيها، وبالتالي مش هيخدم في الجيش لانه ما بيعترفش بيه. هو بالنسبه له الجيش ده يعتبر اليه لتعجل المسيح، وده مخالف للتوراه ولا التقاليد اليهوديه. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، حكومة الاحتلال لماذا هناك توافق بينها وبين هذه الطائفة، أو على الأصح لماذا توافق على شروط هذه الطائفة بهذا الشكل؟ هو المسألة مش متعلقة بالحكومة الحالية. من بداية أتحدث عن الحكومات بشكل عام من السبعينات، من أوائل السبعينات حتى يومنا هذا، بيمثل أعضاء الطائفة الحريدية نسبة كبيرة جدا من السكان. نسبة 13% أو 13.6% اللي قلناها دي هي النسبة المباشرة اللي هو عدد الأعضاء المباشرين في الطائفة، لكن حوالي 30% من السكان الآخرين متعاطفين مع أبناء هذه الطائفة، وبالتالي فهم بيقدر يدفع حوالي 40% من سكان إسرائيل إلى صناديق الانتخاب لاختيار أشخاص معينين هو عايزه. أيوة بس في حاجة يا دكتور لابد برضو أن نتوقف عندها، فكرة أن احنا بنتكلم على دولة التجنيد فيها إجباري للجميع لكن هذه الطائفة مستثناء، هل المشكلة فقط هي صناديق الانتخاب؟ بالضبط، هي المشكلة الفعلية صناديق الانتخاب، لأنه الطائفة دي بتستطيع أن تحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين، وبتستطيع أن تحصل على تمثيل في الكنيسة، بيصل أحيانا إلى في إحدى المرات وصل ل 16 مقعد من 120. يعني يكفي تعرف حزب الأغلبية بيفوز ب 26 مقعد مثلا، فلما يلاقي مجموعة الطائف الحريدية وقت 16 مقعد لا حيتحالف معاهم، بيرضيهم بكافة الطرق، بالقوانين ممكن، بالرشاوي ممكن، بالمخصصات ممكن. فهم مش متحالفين مع الحكومة الحالية، هم متحالفين مع كل الحكومات في تاريخ إسرائيل. نعم مفيش حكومة تشكلت في إسرائيل في الخمسين سنة اللي فاتوا بعيد عن الحريدية، أصبح مبدأ وقاعدة موجودة. طيب السؤال الآخر، طالما أنهم يريدون الابتعاد عن السياسة ويريدون الابتعاد عن الجيش، إذن سؤال فضولي كده، ما النظرة التي من الممكن أن يكون يعني بينظروا إليها فيما يحدث
بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة؟ نرجع تاني نقول هما طائفتين مش طائفة واحدة. الطائفة الأساسية دي بتعتبر أنه ما يحدث في غزة مش مفروض يحصل لأنه ده تعجل لقدوم المسيح المخلص، لكن الطائفة الحريدية الموسعة بتشجع ما يحدث في غزة على اعتبار أنه في نسبة كبيرة منهم تنوي الاستيطان في غزة دي ببحث عن امتيازات. هيدوني مساحة كيلومتر مربع، في بيتكلموا عن كده، هاخد مساحة كيلومتر مربع ليا في غزة أعمل فيه بيت، والباقي بعد قدام شوية لما الدولة الصغيرة ابتدي أبيع فيه ويبقى عندي فلوس. فهي بالنسبة لهم امتيازات مالية وامتيازات السياسية أيضا، لأنه طول ما هو بيدعم الحكومة بياخد منها الامتيازات السياسية اللي هو عايزها. نعم، عموما هو بالتأكيد أن هناك أيضا الكثير من النقاط عن هذه الطائفة كنا نود أن نتطرق إليها، لكن دائما يعني الوقت يداهمنا. دكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية والأدب العبري، جزيل الشكر لحضرتك على هذه الإيضاحات وهذا الحضور، جزيل الشكر. شكرا لحضرتك على المداخلات الجميلة دي. متشكرة. ومشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقة بالنسبة لهذا اليوم وإسرائيل من الداخل. إلى اللقاء.